إذا ظبطنا طيبين من هون نروح نشتري أرض هنيك بالأرجنتين بجنوب. ايش بتعمل المركز؟ بتهضم. هيدي اجت من المهاجرين اللبنانيين باوائل اواخر القرن التاسع عشر. على لبنان. هيدي بالاساس الارجنتين هيدي وبالبرازيل عندهم اياها كمان. اجت ومعودين اهل الجبل عليها، بس ما بعرف هلا ليش انحصرت غالبيتها بالدروز. قالوا لي كمان بسوريا بشو متي. هي حالها كان عندنا علاقات استراتيجية. عم نمزح هلا بدنا نمزح دقيقة مالكم عاملينها جد يلا حط سكر فيها؟ لا ما بحب احط سكر مرة هي مرة بتعرف هي مش طيبة الا مرة I'm saying if I manage to get out alive I'll go and buy a kind of land there in Patagonia in Argentina I think it's safer I don't know if the city intelligence will follow me there يلا I hope not Although there is a big Lebanese and Syrian community in Argentina, but from the 19th century, beginning of 20th century, not included in Khabarat, I hope this so. Safe? Up to now, yes, safe.